كما البرغوثي او سعادتي نجموا يكونوا ضمن الصفقه الاولى ولا انا اؤكد لك بان مروان البرغوثي سيكون على راس الأسرة المفرج عنهم في صفقه تبادل الأسرة مش الجزء الاول بتاعها الان، م. لكن في الجزء المقبل منها لان هنا بالنسبه للان طبعا ستبدا بالاطفال والنساء. من المدنيين طبعا من الاطفال والنساء لانها رساله قويه برشا وقت كتائب القسام تشترط الافراج عن قيادي كبير في فتح ولا في جبهه التحرير الفلسطينيه سياسه كبيره لتوحيد الصفوف وتوحيد الجبهات كما قال ابو عبيد بكل تاكيد يعني هو في في الانتفاضه نتاع سنه 2000 2001 يعني كان مروان البرغوثي يشتغل مع في كان هو في قائد كتاب شهداء الاقصى في فتح وقتها وكان ينسق مع كل فصائل المقاومه الفلسطينيه <applause> عندما كانت فتح هي لها اليد الطولة في تلك الفترة الآن الآن حماس هي عنوان المقاومة الفلسطينية هذا الموجود الآن يعني لأن فتح تقريبا انغمست في السلطة وتقريبا نرى أن الأوضاع يعني لا, لا تسر هناك صراعات وخلافات كبيرة <applause> داخل فتح بالتالي هنا التنصيص على الأسماء من ضمن شروط الأسماء ولذلك هناك نتنياهو تجرع السم وهو يوافق على شروط السنوار لأن هناك أسماء بعينها لابد أن تكون موجودة في الصفقة منهم الأطفال بالاسم والنساء بالاسم بالاسم وهذا يربك الكيان الصهيوني لان هناك اسماء مورطه حسب رايه وفي احكام عاليه يعني قتل جنود او الاعتداء عليهم او ما شابه ذلك وهي فيها احكام عاليه في القوانين الاسرائيليه لا وهناك وهناك كذلك رموز بكل تاكيد هناك آه رموز الافراج عن الرموز هذه ممكن ان تكون عنوان الرجه القادمه والطوفان القادم الاكبر والاشمل بكل تأكيد يعني هنا عندما إذا كان هذه البداية في الصفقة الأولى نعرف جيدا أن بعد هذه الهدنة الوسطاء الموجودون الآن سيبذلون جهودا لصفقة ثانية وهكذا ستتم الأمور إلى أن يتم تبييض كل السجون الإسرائيلية وهنا سنرى أن قادة المقاومة الفلسطينية الموجودين الآن في السجن سيطلق سراحهم بالتالي هنا وهذا لأن ورقة القسام الآن قوية تمتلك رأي تأسر جنود وضباط بالرتب عالية فبالتالي هنا ورقة المقاومة قوية ولم يستطيع أنا لو استطاع الكيان الصهيوني العثور على البعض منهم ربما سيكون شروطه يعني سيفرض لو كان يلقى أي حل ما يكونش لا أكيد لن يتدرس ما يكونش بكل وهو يتعامل بكل تأكيد فما آه مسألة أخرى عندي نقطة لأنه تفضل أي مسألة أخرى هو يشترط بالبند الثالث هنا مم. هو ادخال 400 شاحنه يوميا عبر معبر رفح الى قطاع غزه ولا. اطلاق 400 معنا تسيير 400 شاحنه يوميا لاغاثه ابناء قطاع غزه ثم كذلك سيتلوه ملاحق اخرى هي تتعلق باعاده اعمار غزه وعلى قواعد الاشتباك في المستقبل يعني ما قام به الجيش الصهيوني الان هو بكل تأكيد سيتحمل مسؤوليه ما سيب... سي... سيبحثون عن ممولين لاعاده اعمار غزه، لن مم. تكون الامر وحتى بعض الرعاه الان الذي يقومون الوسطى سيكون لهم دور في اعاده اعمار غزه، يعني مش المسأله أن معركه تنتهي ويتبادل أسرى وكل واحد يروح على داره، لا 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 مش هذا بهذه الصوره، الصفقات تكون صفقه شامله بشكل مم. يجعل المقاومه تخرج من هذه المعركه مرفوعه الراس وهي الان مرفوعه الراس لان استطاعت ان تفرض شروطها. لذلك قلت انا ان نتنياهو تجرع السم والمراره وهو يصادق ويوافق على شروط السنوار في هذه المعركه. في دقيقتين تركيا لماذا وكيف ستكون ما هو الدور التركي اليوم وبعد طوفان الاقصى؟ الموقف التركي، الموقف التركي تحول. لما نشوفه احنا موقف اردوغان في اول الحرب كان اتصل حتى بالرئيس الاسرائيلي للتعزيه بعد 7 اكتوبر بعد الهجمات البربريه والعدوان الهمجي على سكان قطاع غزه والمدنيين طبعا تغير موقف اردوغان والدوله التركيه لكن ما لوحظ في الفتره الاخيره هل تغير الموقف التركي يرجع لعمليات الاباده او هو تغير تكتيكي للحديث على آه الخريطة الجيوستراتيجية سي... الجيو والجيوسياسية بعد طوفان الأقصى هنا آه بمنطقة الغنيمة زي أنا, باسل أنا, أنا الآن ربما هذا السؤال هو المفصلي سماح في يعطيك الصحة لأن علاش ما الذي جعل نتنياهو ينتقد أردوغان بشدة الأسبوع الماضي مه. وجه انتقادات لاذعة الأسبوع الماضي شنو اللي صار الأسبوع الماضي زار بلينكن وزير الخارجية الأمريكي تركيا. مم. تركيا لاعب رئيسي في المنطقة مثل إيران مثل قطر مثل مصر يعني مثل الدول المؤثرة هناك في المنطقة. و... ولبنان بكل تأكيد لا ننسى لبنان. فماذا طلب؟ بلينكن كانت زيارته لتركيا طبعا هنا من أجل ربما البحث عن هم يبحثون طبعا الأمريكان هكذا هم يتصورون وفي... في زيارات الماراتونية في إلى مستقبل قطاع غزة بعد الحرب. الدول الكبرى دائما تبحث عن المسائل الاستراتيجيه. هذا كنت نحكي؟ ما مم. بعد الحرب. يبدو وطبعا هذا لا يحصل الا بقبول من الاطراف المؤثره مم. في المنطقه. مم. بالنسبه لاردوغان وتركيا كان موقف حازم وحاسم وقاطع. وبعد الانتقادات اللي وجهها اردوغان مم. في البرلمان التركي ضد نتنياهو والحكومه الاسرائيليه واتهمها اسرائيل بانها دوله ارهابيه مع في لقائه مع بلينكن وهذا ما ذكرته حتى الصحافة التركية رفض أردوغان أي تغيير يقع في قطاع غزة بالقوة من أجل هنا ربما سحب أو القضاء من على حماس من أجل وكذلك من أجل حكمها عن بعد إيه يعني في الزيارات الماراتونية هذية بلينكين وكأنه مشى لمصر ثم تحدث مع الأردن تحدث مع الجانب اللبناني وكأنه كان يبحث عن بديل يحكم غزه عن بعد تحت اطار امريكي تحت اطار امريكي تحت تغطيه أمريكية. امريكيه صهيونيه هنا البعض للاسف حتى بعض الاطراف العربيه وهذا مؤسف ومخجل ان نرى بعض العرب وسطاء في قضيه مثل هذه يعني والله وسيط يكون الماني فرنسي المفروض نحن اصحاب القضيه معناها يعني بعض العرب يتمنون هزيمه حماس وكان حماس هي غزه كلها معناها الشعب الفلسطيني وكأن حماس هي معناها عماره او نفق يمكن القضاء عليه وينتهي الموضوع. مش حركه مقاومه متجذره في في عمق الشعب الفلسطيني. بعض القدر العرب لا يريدون اي دور لحماس بعد هذه الحرب. ويريدون سلطه شبيهه بسلطه محمود عباس في غزه. وتقريبا تقريبا يراهنون على الانتداب أو ما تحت إشراف يعني دولي أو بعض يعني هكذا القوات تتدخل وكان الفلسطينيين هم مخبر تجارب وكان الفلسطين لا يقاتلون الآن احتلالا غاشما وهم حركة تحرر وطني تقاتل ضد أبشع أنواع الهمجية والنازية التي في القرن الواحد والعشرين اللي هي الجيش الصهيوني يرتكبهم من مجازر هناك تركيا رفضت هذا الامر رفضت هذا الطلب الامريكي حكم غزه عن بعد رفضت ذلك وقالت انه لابد ان يكون لحماس دور في غزه ولا يمكن هنا تحت اي ظرف إقصائها من المشهد السياسي الفلسطيني وهذا ما أثار نتنياهو وجن جنونه هنا في الحقيقة مش على خاطر الموقف لا 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 رام الإسرائيليين لأنه يا يتحدث حماس. يتحدث مع خامس قوة في الناتو أي. بالطبع. لأنه يتحدث مع تركيا التي تطوق المنطقة من ثلاث جهات ولأنهم يظهر لي